إذن أحد الأشياء حكيت لكم إياها أول من بدايات الفازي لوجيك كانت في الدنمارك. كان في طالب مشرف دكتوراه وطالبه، نسيت الاسمين مين هم إيش الاسم، بس هدول هم الطالب ومشرفه. أول ما طبقوا الفازي لوجيك على السمنت كيلن، السمنت كيلن اللي هي الحارقة تبعت الإسمنت اللي بتصنع الإسمنت، بتكون بتلف على سرعة معينة، هلا فرجيكم شكلها، وطبقوا الرولز عليها، وهذا منشور في كتاب في 82، فصل في كتاب في 82، اسم الفصل Control of a Cement Kiln by Fuzzy Logic. هاي كانت بدايات الفازي لوجيك، بداياته طبعا تطبيقاته في التحكم والكنترول. طبعا هو بدايته بال 65 كانت فكرة الفازي لوجيك، بس كتطبيق الفازي لوجيك في الصناعات في الكنترول وفي الصناعات الهندسية، هاي كانت من اول تطبيق انشهر جدا، اللي هم دكتور دنماركي والطالب اللي عنده، وهذا كان التطبيق اللي هو في المصنع تبعت الاسمنت. اذا بنطلع على تصنيع الاسمنت، عملية صناعة الاسمنت عندنا هون، بنزل الاسمنت على شكل كان بالاول يكون رطب، الان دراي عشان تخفيف. في البدايه كان ينزلوه كماده رطبه، طبعا هاي الماده الاوليه اللي بتنزل هون، وبتكون مسخنه تسخين مبدئي في البدايه، وبعدين بنزل هون. راح تلاحظوا في ميلان بسيط في هذا الانبوب التيوب اللي موجود هون. هذا التيوب بلف على سرعه معينه، سرعه بطيئه، يمكن تكون مثلا لفه خلال الدقيقه مثلا، او لفتين خلال الدقيقه، عماله بلف هون على سرعه محدده. وفي عندي هون بيرنر، غاز بيرنر، حتى يعطي درجة الحرارة ويسخن. وهاي المادة هو عماله بلف هذا الأنبوب، مع العملية هاي راح تبدأ المادة تتفاعل، يصير التفاعل كيماوي، وبتتحرك بالاتجاه الأسفل المكان المنخفض لحد ما تكون انتهت عملية الإسمنت ونزل هون الإسمنت المصنع. بعرفش أنا إيش التفاعلات الكيماوية، بس في تفاعلات معينة بتصير. وهي هون حتى حاطين مراحل معينة، دراينج وكالساينينج وسنترينج، هاي التعابير اللي موجودة بالنسبة للعملية اللي بتصير هون. هلا هاي ممكن نتحكم باشياء مختلفه، ممكن نتحكم بالسرعه مثلا تبعت، ممكن نتحكم بدرجه الحراره، ممكن نتحكم بكميه عدد كميه التسخين او كميه الماده اللي محطوطه الى اخره، حسب العمليه الموجوده هون. ففي عندنا مجموعه من نفس الشيء، عندنا اللينجويستيك فاريبلز والهم لينجويستيك فاليوز، وبصير في عندنا رولز، فازي رولز بنطبقها على الفاريبلز المختلفه الموجوده هون. اذا نطلع على مثلا، هاي هون مثال على عمليه احد ال، هذا طبعا حجمه ضخم، هذا عماله بلف، بعرفش اذا مبين عندكم انه بلف، عماله بلف على طبعا سرعه منخفضه، بلف على سرعه منخفضه، والمكان الاخفض كانه هذا هو المكان الاخفض، مش هيك؟ مبين بالنظر انه هاي هي الجهه الاخفض اللي منها بيكون الحارقه، عندها موجوده الحارقه ودرجه الحراره. طبعا هذا يمكن الطول انا بقدره تقديرا بحوالي 30 40 متر المسافه من جهه لجهه ثانيه في عمليه في هذا طول الانبوب. لازم نتطلع بالتفصيل على هاي العملية، ممكن نشوف بشكل أوضح. كأنه هذا أحد الكنترولرز اللي بتحكم بالعملية. هذا الطرف السفلي من الانبوب، طبعا كانه ما فيش عمليه هلا، مش شغاله، انا مش شايف ماده عمالها بتنزل، بس كانه بس هذا فيو للبرنر، الغاز برنر اللي عماله بسخن على الجزء السفلي، وعم تقول هاي المفروض انها تبدا تلف تنزل الماده الخام الجاهزه. إذا بنطلع طبعا في أكثر من بحث انتشر على هذا الموضوع، مثلا هذه هون كمان مثال على بحث حديث، مثلا فازي لوجيك بيس سمنت كيلن كنترول.
طبيعة السمنت كيلنز قبل ما يجي الكنترول بتحكم فيها اوبريتر، والاوبريتر بيستعمل الاكسبرتيز او المعلومات اللي عنده حتى يتحكم بهاي، وبيحدد شو البارامترز المختلفة اللي راح يتحكم فيها، وعلى اساسها بصير هو في عنده فازي رولز في ذهنه، على اساس عماله بيتحكم وبغير بارامترز مختلفة. مثلا اذا بنطلع هون على هاي البيبر مثلا نهايتها حاطط هو مثلا بعض الرولز مثلا المختلفة، مثلا هاي هون راح تشوفوا مجموعة رولز، طبعا عدد الرولز راح يكون اكبر بكثير من هيك، بس هاي مثلا مجموعة من الرولز، مثلا فري لايم، لايم الكربونات الكالسيوم اللي موجودة، مثلا اذا لو حاطط مثلا هاي رول، اذا كان هلو، والبارامتر الثاني مثلا then، كلهم عبارة عن if then if and then او if or then، على نفس طبيعة الرولز، نفس فكرة الرولز اللي موجودة اللي شفناها.